السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة يا جماعة وفيديو جديد، وهنتكلم عن درس مهم جدا عندنا في المرحلة الثانوية العامة اللي هو الكوزاتيف سنتنس، اللي هي العبارة السببية. العبارة السببية يا جماعة هي نوع من أنواع اللي هو جمل المبني للمجهول. ليه؟ لأن الفاعل بيكون غير معروف. لما حضرتك تقول أنا رحت أصلح السيارة، أو أنا صلحت السيارة، أو أنا صبغت البيت، أو أنا دهنت البيت، أو أنا بنيت البيت، حضرتك الجملة الحقيقية مش انت اللي مسكت اداه واشتغلت بايدك، ولكن استأجرت شخص اخر عمل لك الشيء ده. فطبعا العبارة السببية عندي ليها اربع اجزاء، اللي هو الفاعل subject، وبعد كده لازم نركز مع بعض قوي بقى في الحتة دي verb to have. بعد السبجكت بركز على verb to have، وطبعا في حاجات تانية طبعا في العبارة السببية، لكن احنا موضوعنا هيركز على verb to have. اولا لازم اكون عارف تصريفات verb to have، have had had. ثانيا العبارة السببية بتأتي في نفس زمن الجملة اللي موجودة عندي، يعني لو كانت الجملة في المضارع البسيط بخلي verb to have في المضارع البسيط، و verb to have في المضارع البسيط له شكلين، have أو has. طبعا have بتأتي مع I والضمائر والجمع زي I, we, they, you، و has بتأتي مع المفرد، يعني المفرد بسواء أسماء علم أو ضمائر، يعني لو قلت he, she, إيه، أحمد، عبير، أي حد تاني باخد معاه هاز. طيب بعد كده بتكلم عن مين؟ بعد كده باخد اللي هو المفعول. يبقى أنا عندي الفاعل، بعد كده verb to have، بعد كده المفعول. الجزء الرابع ده مهم جدا، وأنا ركزت عليه في المثال اللي قدامي، اللي هو التصريف الثالث. التصريف الثالث، تعالوا نشوف مع بعض كده بتيجي إزاي، اللي هي causative sentence في أسئلة الاختياري. بيقول لي instead of buying a new bicycle why don't you have، وركز قوي على كلمة have، your old one، واداني فراغ وبدأ يحط لي تصريف الأفعال اللي هو الفعل fix، to fix ولا fixes ولا fixing ولا fixing. تعالوا نتوقف مع كل اختيار من الاختيارات دي. أنا عندي to دايما بيجي وراها المصدر، ولكن مش دايما باخد تو في كل الاختيارات مع المصدر، الا اذا كان في تعبيرات ثابته زي مثلا يقول لي used to، مثلا used to بعدين باخد المصدر. عندي بعد كده المضارع البسيط. واحد يقول لي انا ما بعرفش شكل المضارع البسيط. المضارع البسيط سهل جدا، هو من اسمه بسيط، هو مصدر او فعل مضاف له اس، يعني ممكن احط كده اقول fix ده مضارع بسيط او es. الله، انت كنت لسه بتقول اس، قالك احيانا بنضيف للفعل اي اس امتى؟ لما ينتهي بنهايات زي مثلا الاكس، وعندي فيه لو نهايه زي اس، وفي زي مثلا سي اتش اس اس او زد، يبقى دي كلها النهايات اللي بيجي وراها يا جماعه اي اس، يبقى ده اسمه المضارع البسيط. بعد كده عندي اي ان جي. نصيحه، ابعد خالص عن الاي ان جي طالما ما فيش عندك فيرب تو بي. فيرب تو بي احنا عارفينه اللي هو ام واز وار واز وير، وطبعا بين في التصريف الثالث. طيب يبقى فاضل عندي مين؟ اللي هو اخر اختيار اللي هو التصريف الثالث، وده الاختيار الصحيح. ليه؟ لان احنا دايما لازم نعرف ان فيرب تو هاف بيحب يكون معاه دايما التصريف الثالث، والطالب الشاطر المصحصح هيقول لي ده درس الكوزاتيف، ودرس الكوزاتيف لازم يكون فيه تصريف ثالث. خلي بالنا مثال حلو اهو في الدو أشون، لأن طبعا أنا عندي الجرامر نوعين، يا إما يجي لي اختياري يا إما يجي لي دو أز ريكوايرد أو دو أشون، يعني قم بعمل ما هو مطلوب منك بين القوسين. لما يجي لي في الامتحان يقول لي علي ويل ريبير هيز كار تومورو، وقال لي كوزاتيف، هنطبق القاعدة بتاعتنا ونمشي على الخطوات اللي هي الفاعل فيرب تو هاف بس لازم يكون في زمن الجملة، وعندي بعد كده المفعول، وبعد كده التصريف التالت. نصحصح مع بعض. علي ده الفاعل بتاعي هينزل زي ما هو. ويل ريبير ده زمن الجملة وفعل الجملة. هيز كار ده الأوبجكت اللي هو المفعول، وهنتوقف هنا. من زمن الجملة هستخرج حاجتين، هستخرج تصريف فيرب تو هاف، وهستخرج التصريف الثالث. يبقى هنقول علي ويل هتنزل زي ما هي، لان احنا هنحافظ على نفس زمن الجمله، يبقى نقول علي ويل، وبعدين اخد من هاف ايه؟ ما انا عارف دايما ان ويل بتحب المصدر، المصدر من هاف هو برضه هاف،
يبقى علي will have. وبعد كده باخد المفعول اللي هي his car. وبعد كده باخد كلمة repair هتبقى repair. وابقى كده يا جماعة عملت اللي هو ال causative sentence. وطبعا بحط كلمة tomorrow زي ما هي في نفس مكانها لأن ليس لها تأثير وإنما هي إشارة لزمن الجملة. يبقى علي ده الفاعل، will have الفعل، his car المفعول، repair التصريف الثالث. وابقى كده أنا حققت شروط ال causative sentence. دلوقتي يا جماعة مثال تاني وزمن جملة تانية وجملة في زمن تاني. The mechanic checked the brakes. وجه في الاختبار قال لك causative ولا قال لك have وأم قال لك had. فطبعا اللي ما عندوش فكرة عن الموضوع هيقول لك ايه علاقة had بالجملة دي. وممكن واحد تاني يقول لك الله ده هو هنا ماضي بسيط عايزها ماضي تام فحط had checked ويقوم يمشي. غلط. يبقى لازم نخلي بالنا. ممكن يجيب لي في الاختبار كلمة causative او have او يسهلها لي وايه ويديني had. هو ليه اداني had؟ لان انا عندي هنا الجملة في الماضي البسيط فقال لك ان verb to have هنصرفه في الماضي البسيط. يبقى هنا اللي ناقص عندي اللي هو ترتيب العناصر اللي هي ازاي. تعالوا نشوف مع بعض. ذا ميكانيك هتنزل زي ما هي. اتشيكد مش هنزلها دلوقتي. امال مين اللي هينزل مكانها في نفس المكان؟ هاد. يبقى انا كده ماشي بالترتيب بتاعي، الفاعل فيرب تو هاف في زمن الجمله، مين المفعول؟ البريكس الفرامل. يبقى هنا ذا ميكانيك هاد ذا بريكس. نخلي بالنا يا جماعه وكلمة ايه؟ كلمة checked. الله. فواحد هيسألني هيقول لي هي checked دي نفس checked اللي فوق؟ اقول له لا، اللي فوق دي كان تصريف تاني لكن اللي تحت دي تصريف تالت لان عناصر causative sentence فاعل وverb to have مع المفعول مع التصريف التالت. اخر مثال معانا النهاردة بيقول لي we had our house last year. We had our house last year. لو انت حتى في الاختبار ومش عارف ان هو بيتكلم معاك في موضوع الـ causative sentence، يعني شيء من الاساسيات اللي تكون موجودة في مخنا ان انا وانا بقرأ لقيت عندي verb to have، يبقى have و has و had و having واي مشتق من مشتقات have بيحب يكون معاه التصريف التالت. يبقى انا بصيت اللي دارس كويس وحافظ هيقول لي اه ده بيتكلم عن الكوزيتيف. الكوزيتيف عندي اربع عناصر، الفاعل فيرب تو هاف، بعد كده المفعول، يبقى اللي ناقصني مين؟ التصريف التالت. يبقى هنا هنقول وي هاد اور هاوس، اقول بينتس، طبعا ده مضارع بسيط في اس زي ما قلنا، بينتد، اه والله ده يمشي تصريف تاني وتالت لان احنا عارفين ان الافعال المنتظمه التصريف الثاني والثالت زي بعض. work worked worked، finish finished finished، عندي paint painted painted. يبقى هو فعلا ده الاختيار الصحيح بتاعي. طب ينفع اخد اي ان جي؟ ابتعد تماما عن الاي ان جي في حال عدم وجود verb to be. يعني ما عنديش ام ولا از ولا ار ولا بين ولا بي ولا اي شيء من مشتقات verb to be، ابتعد تماما عن الاي ان جي. يبقى الاجابه الصحيحه عندي بي. دلوقتي هنشوف مع بعض مثال تاني ونركز كويس. بيقول لي جين ويل هاف ذا كيرتنز تومورو. قال لي هات كات ولا كات ولا كاتس ولا كاتينج. هنا بقى لو جالي فعل شاذ او فعل غير منتظم، تصريف الافعال مهم جدا في الدرس ده. كل ما اخشاه ان واحد يستعجل ويقول لي ناخد الماضي التام. طبعا هات قد اسمه ايه؟ past perfect. انا دايما في الكوزاتيف لازم احط عيني على الاربع عناصر، الفاعل وverb to have والمفعول والتصريف التالت. انا قلت ايه؟ التصريف التالت بس. فممكن واحد ما ياخدش باله فيلاقي هات قد ويعتبر ان قد دي مصدر او تصريف اول او مضارع بسيط. لا، اللي احنا لازم نعرفه ان كات تصريفاته كات كات كات، الاول والتاني
والتالت زي بعض. يبقى الإجابة السليمة عندي هنا يا جماعة اللي هي التصريف التالت اللي هي هتكون بي، هتبقى كات بس. يبقى دي لا، هتكات لا. طب كاتس تنفع؟ ما احنا قلنا ده مضارع بسيط ما ينفعش. وبعد كده عندي كاتينج، قلنا الاي ان جي ابتعد عنه تماما في حال عدم وجود فيرب تو بي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهارده. اي حد مش فاهم اي نقطه في اللي احنا قلناه في التعليقات تحت الفيديو يقدر يتواصل معايا، وانا حاضر وعناية الاثنين للجميع. طبعا نرجو منكم المشاركه والتفاعل وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سي يو سون اند جود باي.